اسمه اكسلنت اللي هو ممتاز يعني، فهو مايكروسوفت اكسل. هنستعرض الحاجات اللي قدامنا دي، التعامل مع البرنامج، التعامل مع الملفات، التعامل مع ورقة العمل ورك شيت، التعامل مع الخلية سيل، التعامل مع الصيغ والدوال وميزات متقدمة. طبعا احنا المحاضرة دي اللي مصممها واللي عاملها الدكتور عاطف عراقي، ربنا يباركنا فيه يا رب. واحنا نمشي على المنهج اللي هو عامله، لا هنشيل منه ولا هنحط ولا نزود عليه، يعني احنا نمشي على اللي هو عمله بالظبط، الى ان ربنا ييسر ان شاء الله ونشرح الاكسل عملي بكل تفاصيله ان شاء الله. تعامل مع البرنامج. عندنا الاول تشغيل البرنامج، ازاي شغاله وازاي افتح البرنامج. من قائمه ستارت، من قائمه ستارت اول بروجرامز، وبعدين مايكروسوفت اوفيس، وبعدين مايكروسوفت اوفيس اكسل 2003. نيجي بقى البرنامج قدامنا. البرنامج اكسل ده اصلا ايه وظيفته؟ يعني احنا عرفنا ان الوورد وظيفته ان هو بيكتب اللي هو كل المطبوعات، كل ما يمكن ان هو يطبع بيتعمل بالوورد، عشان الوورد برنامج معالجه كلمات او برنامج معالجه نصوص. الاكسل بقى برنامج يعني غرضه الاساسي غرض حسابي، بس طبعا هو ممكن يكون برنامج مكتبي يعني طبع عادي، يعني مش معنى كده ان النواتج اللي بتخرج من اكسل ما تطبعش، كل مجموعه مايكروسوفت النواتج اللي بتخرج منها بتطبع، وغالب البرامج يعني الحاجات اللي بتخرج منها سهله في امر طباعتها، يعني مش الموضوع بيطبع ولا ما بيطبعش، بس الموضوع هو بيعالج ازاي البيانات اللي انت بتدخلها وبيعالجها ازاي. فالاكسل عباره عن فكره محاكاه يعني الجداول الالكترونيه، يعني نعمل جدول ذكي يسهل عليا عمليات المختلفه. بمعنى اوضحه بمثال، ان مثلا انا عندي مدرسه 1000 طالب، عندي الدرجات بتاعتهم، فعايز اجيب المجموع، ممكن امسك اله حاسبه واحسب درجه طالب مجموع درجات كل طالب من الطلبه دول، فاعمل عمليه حسابيه كم مره؟ هعملها 100 مره، يعني هجمع 100 مره اللي هو عدد الطلبه اللي في المدرسه دول. الاكسل اللي انا بعملها في خطوه واحده بس، يعني الاكسل انا بعرفه الطالب الاولاني ازاي، وبعدين بقوم معلم على باقي الطلاب يتعاملوا زي ما اتعمل اولاني. فهو جدول الكتروني بيسهل عليا الموضوع ده، بدخله البيانات بيعالجها في ثانيه، بدخله البيانات بيعالجها في ثانيه. الوقت اللي باخده في اكسل كله هو وقت ان انا اظبطه واعده عشان يطلع لي الناتج، انما بعد ما بعمل كده بقدر استخدمه بقى 10 سنين بيؤدي نفس الغرض، بعمل فيه تعديلات في البيانات، بعد كده بيعمل هو العمليه اللي هو مخصص ليها اصلا بسهوله كبيره. نتعرف على مكونات البرنامج. اول حاجه عندنا طبعا ده ديت ورقه العمل، مجموعه المستطيلات اللي جنب بعضها دي، كل مستطيل منهم اسمه سيل خليه، كويس، على بعضها السيل ديت لما تترص فوق بعضها راس كده اسمها عمود، لما ترص جنب بعضها افق اسمها ايه؟ اسمها رو صف، يبقى عمود كولم صف رو. لما يتقاطعوا مع بعض بيتقاطعوا في ايه؟ في السيل، في خليه. فدي ورقه عمل. الاكسل شيت، الاكسل شيت يعني ملف الاكسل بيتكون من مجموعه ورقات، يعني الاكسل بيتكون من مجموعه ورقات، كنا خدنا قبل كده الوورد، الوورد بيتكون من مجموعه صفحات. كل ورقه من دول اسمها شيت، فشيت 1، شيت 2، شيت 3. البرنامج الوضعيه الافتراضيه بتاعته ان هو بيفتح لك 3 شيت، ممكن تغير الموضوع ده وتخليه يفتح اكتر من 3 شيت زي ما هنشوف قدام كمان شويه. فطبعا اللي فوق ده هو التايتل بار، شيت العنوان، تحتيه المنيو بار، شيت القوائم، بعد كده التول بارز بتاعتي الستاندر بوتون تول بار والفورماتنج تول بار. عندنا بعد كده كمان سطر الكتابه والتعديل في الخلايا اللي هو الفانكشن بار ده، اللي هو بيتيح لي ان انا اكتب داله او اكتب امر او اكتب حاجه بحيث انها تبقى موجوده في الخليه، ممكن اكتب فيه بدل ما اكتب في الخليه، وممكن اكتب ان الخليه ديت وظيفتها كذا. التعامل مع ورقه العمل. لو بصينا لورقه العمل اللي قدامنا ديت اللي هي الشيت، شيت 1 اللي احنا فاتحينه ده، هنلاقي ان انا عندي خليه مفتوحه انا واقف فيها، فالخليه دي انا لما وقفت فيها علمني علامتين، علمني على حرف الايه؟ وعلمني على حرف ال، علمني على رقم واحد اللي هو 1، فتبقى اسم الخليه ديت A1. اللي جنبها اسمها ايه؟ B1. اللي جنبها C1. طب ديت A2، يبقى اللي جنبها B2. كذلك بقى اقدر اعمل كل الخلايا الموجوده. طبعا عدد الخلايا اللي في الاكسل عدد خرافي، عدد مهول يعني.
ده بسبب ان هو معمول على اساس مثلا ان انت فرضنا ان انت في شيت واحد عايز تحط العملاء بتوع الشركه بتاعتك ممكن مثلا يوصلوا فرضنا ان هم 50,000، فهو معمول لحاجات ضخمه زي كده ممكن تحطهم في شيت واحد ب 50,000. طبعا معالجتهم هتبقى صعبه والتعامل معاهم هيبقى صعب، بس مش ده المقصد. المقصد ان هم اظن ان هو بيديك امكانيه كبيره جدا لانك عندك عدد خلايا كبير جدا، ما مش هتحتاج يعني تقول ده البرنامج فيه نقص في موضوع الخلايا ده. فاحنا عدد الصفوف في الاكسل اظن 65,000 وكسر، 65,000 صف وكسر، يعني الارقام ديت مستمره لحد 65,000. الحروف بقى بعد ما بيخلص اي بي سي، بعد ما يوصل للزد بيقول لك اي اي بي بي اي 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 بي اي سي، بعد كده بتنيه كم الخليه ورا التانيه. عندي الخليه النشطه، يعني الخليه اللي انا واقف فيها اللي هو بلاقي اللون اللي فوقيها برتقاني واللون اللي جنبها برتقاني، دي اسمها الخليه النشطه الاكتيف سيل. التنقل بين الورقات، انا عندي كذا ورقه في الاكسل شيت مفتوح قدامي، ثلاث ورقات اللي هي شيت 1 شيت 2 شيت 3، عايز اتنقل ما بينهم. ممكن بالماوس اضغط على شيت 1 يبقى انا وقفت في شيت 1، كليك شمال اضغط كليك شمال في شيت 2 يبقى انا وقفت في شيت 2، اضغط كليك شمال في شيت 3 يبقى انا وقفت في شيت 3. طب عايز اتنقل ما بين الورقات بالكيبورد يبقى كنترول زائد بيج اب او كنترول زائد بيج داون. طب عايز اختار اكتر من ورقه، ليه اختار اكتر من ورقه؟ اللي هي بضغط على كنترول وبعدين بعلم بالماوس، بضغط على كنترول وبعدين اقول اختار الشيت الاولاني واختار الشيت الثاني واختار الشيت الثالث. ليه؟ نرجع هنا نبص، انا عندي ثلاث شيتات، فرضنا ان انا وانا لما لو ضغطت على شيت 1 ده ووقفت في الخليه اي 1، طب ما لو رجعت وقفت في الخليه اي 1 بتاعت شيت 2 وبعدين شيت 3، فرضنا ان انا بقى عايز الخليه اي 1 بتاعت شيت 1 و A1 بتاعت شيت 2 و A1 بتاعت شيت 3 برضو، التلاته يكون فيهم مكتوب مثلا حاجه واحده، فقلنا ان نكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. كويس؟ فعايز التلاته يكون مكتوب فيهم نفس الحاجه، طب ما اعلم على التلاته واكتب في واحده منهم يوم الاثنين التانيين يتكتب زيها وخلاص. هي دي الفكره، ان انا ممكن يكون خليه معينه بتتعامل نفس التعامل في كذا شيت، فانا ممكن اعلم على الشيتات دي كلها عن طريق الكنترول والماوس. واكتب في الخليه ديت الحاجه اللي انا عاوزها. لو ضغطنا كليك يمين على كلمه شيت نفسها، كلمه شيت ديت ضغطنا طبعا كليك شمال يبقى احنا هنفتحها هنقف فيه. طب لو ضغطنا كليك يمين هيطلع لنا القائمه ديت. اول حاجه انسيرت، انسيرت يعني ادراج ورقه جديده، يعني عايز ادرج شيت جديد، شيت جديد، صفحه جديده، ورقه جديده. ديليت يعني انا همسح الشيت خالص، يبقى شيت 1 لو انا ضغطت عليه كليك يمين ديليت همسحه احذفه، انما انسرت هضيف واحد تاني. يعني انا عندي شيت 1 شيت 2 شيت 3، لو وقفت في شيت 3 واتكيت كليك يمين وقلت له انسرت هيضيف لي شيت 4. بعد كده عندي رينيم، اعاده تسميه. انا لما فرضنا ان انا واحد شغال على البتاع، قلنا ان او ما قلتش انا نسيت، الاكسل ده هو عباره عن محاكاه للمحاسبين، يعني محاكاه للدفتر اللي بيستخدمه المحاسبين، محاكاه للتعامل المحاسبين مع الدفاتر. فالجداول الالكتروني والجداول الذكيه ديت بيحتاج انك ممكن تعمل مثلا 10 شيتات او 20 شيت او حتى 50 شيت. فال 50 شيت دولت بتلخبط في انا حاطط المعلومه في اي شيت فيهم، ما عندي ده 1 2 3 4 5 وانا مش حافظ، انا حاطط اف 1 واف 2 واف 3، فبحتاج اغير اسم الشيت ده، اكتب الشيت ده مثلا الصادر، واكتب الشيت ده الوارد، واكتب الشيت ده حسابات الجاريه، واكتب الشيت ده العملاء، واكتب كده. خلاص. كذلك المهندسين لما بيستخدموه بيبقى كل شيت بيبقى له تعامل. كذلك ممكن اي واحد فاتح اي محل او متجر او سوبر ماركت او اي حاجه، يعني هو الاكسل ينفع في كافه شيء، ما يقولش حاجه لا يعني. كذلك لو انا اسامي الناس، او انا مثلا مدرسه وكاتب اسامي الطلبه وكاتب اسامي الموظفين، ممكن بدل ما اكتبها في الوورد اكتبها في الاكسل على اساس ان الاكسل معمول فيه جدول جاهز. بعد كده عندي رابع حاجه الموف اور كوبي، يعني انا ممكن انسخ الشيت بتاعي اعمل منه نسخه اللي هي كوبي، او ممكن انقله اللي هي ايه كاني خدته قط، كاني خدته قط، فبدل القط هنا في موف اللي هي انقله، يعني بدل موف اللي هي بتساوي قط زائد بيست، موف بتساوي قط زائد بيست. سيلكت اول شيتس، يعني اختار كل الشيتات اللي موجوده عندي ديت عشان اعمل عمليه واحده، ممكن كلهم اخدهم كات، ممكن كلهم اخدهم ديليت، ممكن كلهم اعملهم منين، اي حاجه. بعد كده بضغط كليك يمين وبجيب سادس واحده اللي هي تاب كلر،
تاب كولر. اللي موجود ده تحت الشكل ده من التعامل في الكمبيوتر اسمه التاب، يعني دي اللي تحت ديت بالطريقه ديت لما بقلب عن طريق ده اسمه التابس. فالتاب كولر ان انا اغير لون التاب، ان انا مش هغير بقى الكلام اللي مكتوب، مش هغير الكلام المكتوب جوه الشيت. يعني انا شيل كلمه شيت 1 واكتب مثلا اسمي محمد مثلا، عايز اغير اللون بتاعها بحيث انها تبقى مميزه. انا عندي 20 شيت عايز المحهم، عارف انا الاحمر بتاع كذا والاصفر بتاع كذا والاخضر بتاع كذا، ما انا هعملهم بالالوان ده هيسهل عليا كمان. الفيو كود، في كود اسمه الفي بي اي اللي هو كود بتاع الفيجوال بيزك ابلكيشن تقريبا يعني على ما اظن. المهم الكود ده لما انا بكون مستخدم فيجوال بيزك ابلكيشن في قلب الاكسل ده طبعا حاجات في البرمجه، بيسهل عليا ان انا اشوف الكود. الموضوع ده بيخليني اشوف الكود بتاع الـ بتاع الخليه بتاع الشيت ده واقدر اتعامل معاه واعدل فيه او اظبطه او اشوف هو المشكله فيه في ايه. ده طبعا لما ضغطنا على موف وكوبي بيقول لي طب احط لك بقى الـ الشيت اللي انت عايز تنقله ده فين؟ في بوك 1 ولا بوك 2 ولا بوك 3؟ وانت طبعا اول ما بتعمل لو جينا لورا كده هنلاقي ده بوك 1، يعني المستند بيسمي نفسه اسم افتراضي فبيسمي نفسه بوك 1. لو فتحت واحد تاني جنبه يسمي بوك 2. لما تيجي تسيف بقى بتغير انت البوك 1 والبوك 2 دوت للاسم اللي انت عايز تحفظ بيه او تسيف بيه. بعد كده قلنا هنا الموف وكوبي. بعد كده عندنا التنقل ما بين نقل الشيت نفسه، يعني ممكن عايز اخلي واحد بعد اثنين فهم ماسكه عامله دراج اند دروب، هم ماسكه شدوا ضغط بالماوس وشدوا سحبه وموديه هنا، كذلك ده موديه هنا، اي حاجه يعني اسحبه انقله من مكان لمكان بالماوس اشده وبعدين اسيب الماوس ساعه ما اجي المكان المناسب اللي انا عايز يوقف فيه. بعد كده لو ضغطنا على قائمه انسيرت هنلاقي في انسيرت حاجات كتير قوي. عندنا اولا انسيرت سيلز لو انا عايز اضيف خلايا، انسيرت روز لو انا عايز اضيف صف كامل يعني مجموعه خلايا جنب بعض، كولمز لو انا عايز اضيف مجموعه خلايا فوق بعض، ورك شيت لو انا عايز اضيف شيت جديد خالص، زي كليك يمين انسيرت شيت اللي هي كليك يمين على الشيت او اعمل انسيرت شيت. لو انا عايز اعمل شارت اللي هو الرسم البياني او المخطط البياني اللي يوضح لي الايه الارقام بتاعتي ديت ماشيه ازاي، سيمبلز انا عايز اضيف رموز سواء رموز رياضيه رموز لاتينيه رموز اي نوع من الرموز. فانكشن لو انا عايز اضيف فانكشن، فانكشن دي بقى حاجه من الحاجات الجامده جدا في الاكسل انك تعمل فانكشن. الفانكشن دي يعني داله حسابيه او رياضيه او ماليه اي داله ديت مثلا عندي مجموعه من ارقام انا عايز اجيب علاقه ما بينهم، يعني مثلا في داله اسمها داله صم، داله صم يعني داله الجمع، يعني عمليه الجمع العاديه اللي احنا بنجمعها اللي هي 1 زائد 1 بيساوي 2 بيعملوها دل. ليه بقى؟ لان اربط ما بين مجموعه حاجات وعمال يحطهم في داله صم، وبعدين الناتج ده ادخله في داله ثانيه، وبعدين اخد الناتج الثالث ادخله في داله رابعه، يبقى العلاقات المتداخله ديت الداله اللي بتساعدني فيه. بعد كده في كومنت هنا لو انا عايز اقف على لما انا عايز اقف على الخليه، لو ضغطت على كومنت علمت على الخليه وعملت عليها كومنت، لما بقف على الخليه بيقول لي الخليه دي ايه، بيديني تعليق على الخليه وبيفهمني هي دي ايه. انسرت بكتشر لو انا عايز اضيف صوره بضغط انسرت بكتشر، لو الصوره دي عندي على الجهاز بقوم جايبها انسرت بكتشر، لو ضغطت على البكتشر ده يفتح لي ايه فروم فايل. بعد كده عندي الدياجرام لو انا عايز اعمل مخطط، يعني مثلا حاجه وبيتفرع منها 5 حاجات 10 حاجات 20 حاجه، طرق حل الحاجه الفلانيه، الطريقه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، فاحطهم في دياجرام. اوبجكت لو انا عايز اضيف حاجه للشيت حاجه معينه، يعني مثلا فلاشه، برنامج بامتداد معين، حاجه من برنامج كذا. هايبر لينك لو انا عايز اخلي كلمه عباره عن لينك يفتح لي صفحه جديده، ممكن تكون الصفحه دي عندي على الجهاز او ممكن تكون الويندو ديت عندي على الجهاز، النافذه ديت ممكن يفتح لي برنامج عندي على الجهاز او اي حاجه عندي على الجهاز وممكن يفتح لي صفحه نت. نيجي بقى التحكم في عدد الاوراق في الملف الجديد. عندي دلوقتي اول حاجه التحكم في عدد اخر ملفات فتحتها، لو ضغطت على قائمه فايل في الاكسل هلاقي تحت كده في 4 ملفات، هم ال4 ملفات الافتراضيه اللي هم اخر 4 ملفات انا استخدمتهم، فهو حاططهم لي كويس. طب لو انا عايز ازود ال4 دول اخليهم 6، ازود اخليهم 6 يبقى احطهم اخر 6، عايز اخليهم 10 يبقى احطهم اخر 10 بحيث يسهل عليا الوصول لاخر حاجه انا استخدمتها. طب شيتس ان يو ورك بوك، يعني عدد الشيتس اللي انا لما بفتح الاكسل يكون مفتوحه ممكن يكونوا ايه 3، ده الوضع الافتراضي، اخليهم انا افتح لي 5 شيت 10 شيت زي ما انا عايز.
ات ستارت اب اوبن اول فايلز ان، يعني الملفات افتحها في المجلد ده، يعني ملفات هذا المجلد تفتح تلقائيا، يعني هعمل مجلد الملفات بتاعته بتتفتح لما يفتح الاكسل. هنا اظهار خطوط الشبكه واخفاء خطوط الشبكه. خطوط الشبكه اللي انا عاملها ديت اللي هي الخطوط دي ممكن اظهرها واخفاها من هنا جريد لاينز. كذلك اظهار عناوين الاعمده والصفوف على الشاشه، ممكن اشيل كمان عناوين الاعمده والصفوف، ان عنوان الصف الاول العمود الاول ايه، العمود الثاني بيه، ممكن اشيله. تغيير الوان خطوط الشبكه، ممكن خطوط الشبكه الخطوط اللي انا راسم بيها الجداول ديت يكون خطها مش عاجبني فاحتاج اغير خطها، من هنا بختار الكالر اللي انا عايزه. التحكم في الحركه بمفتاح انتر. دلوقتي لو ضغطت كنت واقف في خليه وضغطت انتر هينزلني الخلايا اللي تحتها، طب انا عايز لما اضغط انتر يحط يخليه الخلايا اللي جنبها او اللي فوقيه او اللي جنبها على الناحيه الثانيه، يبقى انا عندي رايت وليفت واب وداون، رايت وليفت واب وداون. بظبط مفتاح انتر لان انا غالبا بحتاجه بستخدمه على اكثر الحالات اللي انا بستخدمها. تعامل مع السيلز، انا عندي التنقل بين الخلايا، عندك اسهم، عندك طبعا الماوس بتختار منه الخلايا اللي انت عايزه، ده الماوس معانا على طول. تنقل ما بين الخلايا، عندك الاسهم فوق وتحت ويمين وشمال. طب التنقل ما بين نهايه ما بين بدايه ونهايه الاعمده، عايز في نفس العمود اتحرك، فبضغط كنترول فوق وتحت او يمين وشمال، ده ما بين بدايه ونهايه العمود. عايز اجيب اول السطر يبقى بضغط على كلمه هوم، ده كل ده طبعا في الكيبورد. عايز تنقل ما بين المناطق الفارغه والمحتوي على بيانات، يعني انا عايز اتنقل ما بين الحتت الايه اللي فيها بيانات اند والاسهم. اول الملف الخليه اي 1 دي اول خليه، خليه اي 1 هي اول خليه، فكنترول هوم يعني رجعنا الخليه الاولى اللي هي اي 1 بالنسبه لي. كنترول اند اخر جزء فيه بيانات، يعني كنترول اند ده اخر حته فيها بيانات. احنا قلنا اند ده بيخلينا نتنقل ما بين الاجزاء اللي فيها بيانات اند واسهم، انما كنترول اند يعني اخر خليه فيها بيانات. انا عامل 20 خليه اخر واحده فيهم بيانات ايه؟ هي دي بوداني. بيج اب صفحه لفوق يعني تطلع صفحه لفوق، بيج داون صفحه لتحت. اختار اجزاء من الورقه، شيفت زائد مفاتيح الحركه، بضغط على شيفت واختار وابدا احرك، يعني انا بقف في الخليه الفلانيه ماشي، وبعدين بضغط على السهم كويس، وبعدين بضغط قصدي على الشيفت، يبقى انا بقف في الخليه بضغط على الشيفت وبعدين بضغط على السهم، فيختار لي الخليه اللي واقف فيها واللي تحتها، فبضغط تحت كمان، فبضغط اليمين شمال كده. كنترول ايه اختيار الورقه كلها، كنترول زائد سبيس بار لاختيار العمود الحالي، شيفت زائد سبيس بار لاختيار الصف الحالي. يبقى انا عايز اختار عمود حالي كنترول زائد مسطره، اختار الصف الحالي شيفت زائد المسطره. تحديد مجموعة من الخلايا غير المتجاورة، تحديد مجموعة من الخلايا على شكل مستقيم. الخلايا غير المتجاورة بحددها ازاي؟ بالكنترول، الكنترول دي بضغط عليها بعدين بالماوس اضغط على الخلايا اللي انا عايزها، انا عايز خلايا في الشرق وخلايا في الغرب، اقوم ضغط على كنترول، ضغط على الخلايا ديت وبعدين انزل تحت خالص اضغط على الخلايا اللي تحتها. طب عايز اختار شوية خلايا جنب بعضهم، بعمل مستطيل. شوية خلايا جنب بعضهم هم. بعمل مستطيل، بلاقي المستطيل ده اتعلمني على كل خلايا اللي داخل المستطيل. تحديد مجموعه من الخلايا عن طريق سحب الفاره فوق، اللي هو تحديد خلايا على شكل ايه؟ مستطيل. طب انا لو عايز احدد المستند كله على بعضه او البتاع كله على بعضه بدوس هنا اهو، وضع الفرد اهو او مستطيل الفرد اهو بيعلمني على كل الحاجات واريح دماغي. تحديد احد الصفوف، بضغط على الصف، بضغط على الرقم بتاعه اللي هو الرمز بتاعه اللي هو الاثنين او الاربعه او الست كويس. طب فرضنا ان انا عاوز اختار الصفوف 2 و4 و6 الثلاثه مع بعض، بضغط كنترول وبعدين بضغط على 2 وبعدين ما اشيلش ايدي مع كنترول وبعدين بضغط على 4 وبعدين بضغط على 6. طب لو انا عايز اختار الصفوف من 1 ل 20 همسك كنترول وبعدين اضغط بالماوس 1 وبعدين 2 وبعدين 3 وبعدين 4 وبعدين 5 لحد 20، لا مش هضغط 20 مره، هعمل ايه؟ اضغط على شيفت بدل كنترول واضغط على 1 وبعدين اضغط على 20. شيفت بتختار الاول، شيفت معايا بختار بالماوس الاول والاخير وهي بتعلم على اللي منهم، انما كنترول يعني انا بختار واحد واحد، يبقى شيفت بتختار الاول والاخير وبعدين ايه هي بتختار اللي بينهم، انما كنترول مع الماوس بتختار عشوائي يعني واحد من الشرق على واحد من الغرب.
كذلك نفس الموضوع بالظبط بالنسبه للاعمده اي بي سي، بختار العمود الاول الثاني الثالث، او انا عايز بختار من ال ال زد، بضغط على الاي وضغط على الشيفت وبعدين ضغط على الاي وبعدين ضغط على الزد، يقوم معلمني عليهم كلهم. لو انا عايز اختار الاي والسي والاي، او ضغط على كنترول وبعدين ضغط على الاي والسي والاي بالماوس. تخلي البيانات في الخلية، تخلي الأرقام في الخلية، تخلي التاريخ، تخلي النص في الخلية. أنا ممكن أدخل أي نوع من صورة من صور البيانات في الخلية، يعني أنا ممكن أدخل كلام نص وأدخل أرقام أو تاريخ عادي مفيش مشكلة. بقوم واقف وضاغط. في ميزة بقى ميزة الإكمال التلقائي اللي هي الأوتو كومبليت، إن أنا كتبت كلمة سيارة قبل كده، شوف أنا كاتب هنا كلمة سيارة في الخلية اللي هنا. لما نزلت تحتها وكتبت السين فبيقول لي هو أنت عايز السيارة اللي أنت كنت كاتبها قبل كده؟ فمثلا كتبت شخص اسمه أحمد محمد أسامة. فجيت اكتب الف تاني في الخليه اللي بعدها او في خليه تانية بعد ما كتبت دي، مش شرط بعدها في اي خليه تانية. فهو عارف ان انا كتبت احمد محمد اسامه، فبيقول انت عايزه تاني. استخدام امر الانتقاء اللي هي بيك فروم دروب داون ليست. انا لما اضغط على امر الانتقاء ده بيك فروم دروب داون ليست، مش فاكر بيعمل ايه. هتلاقيه بيختار من الخلايا اللي تحت، يعني ان انا انتقي اختار من الخلايا اللي تحت. يعني انا كاتب حاجه وبعدين عندي افهم حضراتكم ازاي، انا كتبت الاسامي دي سياره عربيه عربيه سياره، عايز انتقي بقى من الحاجات اللي انا كتبتها. فهم بيك فروم دروب داون ليست. تنسيق الخليه ممكن اجي من هنا واختار كليك يمين فورمات سيلز، يبقى انا هنسق الخليه. انا عندي في تنسيق الخليه لما بفتحها فورمات سيلز هلاقي عندي كذا تاب، كل تاب من التابات اللي فوق ديت اللي هي نمبر والاينمنت وفولدر وبوردر وباترنز وبروتكشن. فعندي اول حاجه بيقول لي لما بضغط كليك يمين، طبعا انا جبتها ازاي، كليك يمين وفورمات سيل، كليك يمين وفورمات سيل، بيقول لي هي الخليه اللي انت عايزها بتاعت ايه، ايه الكاتيجوري بتاعها، هي نمبر ولا كرنسي ولا ايه بالظبط، ولا ديت ولا تايم ولا برسنتج ولا ايه. يعني نمبر اللي هو رقم، كرنسي اللي هي عمله. بيقول لي بقى ايه نوع بقى الخليه ديت هتحط فيها ايه، دي حاجه. تاني حاجه لما بعمل الالاينمنت بظبط الموضوع ده، بقول له ان الخليه دي هيبقى فيها كذا عشان هو بيختار لها التنسيق المناسب، تاريخ له ظروف غير العمله غير اي حاجه. الالاينمنت اللي هو الايه، الضبط، الضبط بتاع الخليه ديت او المحاذاه بتاعتها، يبقى عاديه يعني اكتب الكلمه في قلب المستطيل تبقى على يمينه ولا على شماله ولا فوق ولا تحت ولا في الوسط بالظبط. فاظبط بقى الحاجات دي، في هوريزونتال وفي فيرتيكال، هوريزونتال اللي هو افقي، فيرتيكال اللي هو راسي، بظبط بقى الحاجات ديت وبشوف. كمان ممكن اعملها ايه، اعملها اورينتيشن، يعني اكتب الكلمه ميل، يعني اكتب الكلمه جوه المستطيل ميل. في بعدين تحت التكست كنترول بظبط بقى التكست كنترول ده زي ما انا عايز. هنا طبعا الفونت بظبط الفونتات من كل حته، ديت طبعا احنا عارفينها، ان من السايز بختار السايز المناسب. وبعدين هنا انا عندي ريجولار يعني كتابه عاديه، ولا ايتاليك يعني كتابه مايله، ولا بولد يعني كتابه بخط سميك، ولا بولد ايتاليك يعني كتابه بخط سميك ومايل. وبختار من هنا طبعا نوع الخط، وهو بيعمل لي تحت بريفيو بيقول لي ايه الشكل بتاع ده عامل ازاي. وعندي تحت الافكتس بختار هنا معلم صح، وبشوف الافكت اللي اتعمل، تاثير اللي اتعمل كويس ماشي، مش كويس بقوم ضغط على الصح تاني تقوم ممسوح. بوردر اللي هي الحدود، الحدود عندي الحدود بتاع الموضوع ده، حد الحدود بتاع الخليه، ممكن اعمل الخليه حدود، يعني ممكن اتقل الخليه، يعني اتقل على خليه معينه اخلي لها حدود باين. فمثلا انا اعمل كده واختار نوع الايه الحد اللي انا عايزه، واختار الكلر كمان، بدل يعني اختار الالوان اللي انا عايز اختارها، واقول له تحت الالوان والبتن اللي موجوده والمتاحه قدامي. يبقى انا هنا ممكن اختار خليه الالوان والبتن الاشكال والحاجات المتاحه. استخدام اداه التعبئه التلقائيه لنسخ وادراج القيم المتزايده في الخليه. في حاجه عبقريه بقى في الاكسل، هي ايه؟ الاكسل فرضنا ان انا عايز اكتب فيه من واحد لحد 1000، همسك واحد انتر، اثنين انتر، ثلاثه انتر، اربعه انتر، هتعمل كده؟ لا، مش هكتب 1000 رقم، بكتب له واحد اثنين ثلاثه، وبعدين اقوم واقف اقوم معلم عليه
يعني انا كتبت 1 2 3 مثلا، كتبت هنا 1 2 3 وبعدين اقوم معلم عليهم، معلم عليهم ازاي بالماوس وضغط على واحد وبعدين ساحب نازل ايه ساحب التلاته دول، هلاقي عندي الشيء المستطيل الصغير ده. المستطيل الصغير ده يعني ايه؟ يعني في تكمله. فانا اقوم داس على المستطيل ده واقوم ساحب، هيبدا يميل الخانات لحد الالف. يبقى انا تنين ماشي مع بالمية مع الماوس لحد الالف. كذلك ممكن احط الايام، احط سبت عدى 2 3 وعايز اكمل بقيه ايام الاسبوع او مش هادي التاني، وبعدين بعد ما الاسبوع يخلص يقوم مكرر الاسبوع من الاول. طب انا عايز ابتدي الاسبوع من 2 عادي مش فارقه معايا، هيبتدي 2 3 4 5 زي ما موجود قدامنا، 2 3 4 5 2 3 4 5 لحد الايه لحد التلات. كويس، ادي الاثنين والتلات. الاي 1 مكتوب فيها 2 4 6 8 الاعداد الزوجيه، اقدر اعمل الاعداد الزوجيه. انا بعمل ايه الشكل اللي انا عاوزه بالظروف اللي انا عايزها بالظبط في الاكسل. بعد كده عندي الصيغ والدوال، ادخال صيغه، ادخال مرجع خليه او مرجع ينتقع عن طريق الاشاره بالفعل عليه، الترتيب الذي يتم به التنفيذ في برنامج اكسل. طبعا مهم قوي ان انا افهم ان الاكسل بيراعي الحاجات الحسابيه العاديه اللي احنا بنعملها، يعني مثلا هيجمع القيمتين اللي انت عملتهم، وبعدين ايه لو كان في ضرب لازم احطه، اقول ان انا احط يعني لما يبقى في ضرب وجمع وطرح وقسمه الحاجات ديت، هو هيشوف الترتيب الطبيعي بتاع الحاجات ديت، انك الاول بتضرب يعني مثلا 2 في 10 زائد 5 هتعمل ايه؟ هتضرب 2 في 10 اول ب 20 زائد 5 يبقى 25 بس. كويس؟ انما مش هقول 2 في 10 زائد 5 هقول 10 زائد ال 5 ب 15 وبعدين نرجع نضربها في الاثنين، لا. لان انت لو عايز تقول له بقى ان ال 2 في 10 زائد 5 10 زائد 5 اللي هو تديهم على بعض تحطهم له في قوسين. يبقى زي ما بنشتغل في الرياضه عادي خالص بتعامل مع الاكسل عادي. طبعا الكلام ده يحتاج تفصيل اكتر، هنشوفه في حلقات تبعها. اسم العميل زي اسم المعامله الموجوده، القراءه الحاليه القراءه السابقه ده طبعا بتوع الكهرباء، الاستهلاك قيمه المياه قيمه التصريف الصحي قيمه العداد اللي هم الخدمات بشكل عام الكهرباء والميه والصرف الصحي الحاجات دي كلها الاجمال. ده شيت معمول وظريف جدا بيعمل الموضوع ده. هنا انا عملت اكسل شيت على الاجمال اللي هو مجموع دول، فدخلت استخدمت الفانكشن بتاع الصم اللي هي المجموع وعلمت على دول كلهم اللي هو ايه علمت على اللي انت عايزه كلهم اللي هو اجمع لي الاجمالي بتاع احمد الايه كوباشي ده ماشي، وبعدين علمت على دولت وبعدين جبت الايه المجموع الاجمالي بتاع استخدامهم كلهم على بعض. وانا شغال في اكسل احيانا بيجي لي رسائل خطا، يعني خليه يتكتب فيها الرمز ده، الرمز الاولاني اللي هو مجموعة شبابيك جنب بعض ديت، يعني الشيء لان هذه الرساله انه لا يمكن تم عدم اعتماد خلايا بصوره صحيحه ذلك نظرا ان انا عمود صغير من حيث الحجم. يعني انا العمود صغير والكلام مكتوب كتير، يعني مثلا عمود صغير قوي وانا كاتب فيه احمد محمد عبد السلام، فالاسم كبير على الخليه فمش باين، فبيقول لك ان العمود ايه العمود صغير ماشي، او ناتج رقم كاتب مثلا فيه مليار وهي الخليه ما تسعش غير 1000 فايه فالرقم كبير على الخليه. وبعدين العلامه ديت اللي هي بتاع الريفرنس يعني المرجع بتاع الخليه اتحذف. مثلا جيت انا عملت ايه؟ قلت ان الخلية سي واحد بتساوي مجموع الاي واحد زائد مجموع الاي البي البي واحد، يبقى سي واحد مجموع اي واحد زائد بي واحد. لو حطيت في الاي واحد واحد وبعدين حطيت في البي واحد واحد وبعدين عملت المجموع في السي واحد هيطلع الناتج ايه؟ 2. كويس. طب لو انا حذفت الاي واحد ده مرجع بالنسبة لي، سي واحد مرجعه الاي واحد بيبص في الاي واحد الاول وبيبص في الاي 2 وبيجمع رقمين على بعض، فالمرجع دلوقتي اتحذف، فيعمل لي الرساله ديت يقول ان المرجع اتحذف، شوف المرجع وظبطه. في كمان رساله بتاعت النيم، شو هذه الرساله؟ ان هو استطعت تعرف النصر مكتوب في الصيغه، يعني انت عامل لي داله انا مش عارفها، كاتب لي داله او حاجه انت مالفها مش موجوده. في كمان بتاع الفاليو، لو انا قسمت مثلا على صفر، جيت خليتك تقسم قلت لك الخليه سي واحد ديت حاصل قسمه اي واحد على بي واحد، وكتبت في اي واحد رقم وفي واحد ما كتبتش حاجه، طب هو انت ما بتكتبش حاجه بيعتبر ان قيمته صفر، فبيقسم الواحد على صفر ما ملوش حاجه فيقول لك ايه في خطا في الفاليو. استخدام الدوال ووظيفتها، انت عندك الدوال دوال كتير جدا في برنامج السيل، عندك داله الافريج اللي هي بتعمل متوسط
الوسط الحساب الاقياء القسم القيم اللي انت مدخلها ديت، بتعلم على شويه خلايا وتقول له الايه الخليه الفلانيه ديت هي الافرج بتاعتهم. الكولمز دي بتحسب عدد الاعمده المدرجه في المرجع، شويه خلايا انت علمت عليهم اللي هم المرجع دولت الكولمز، عدد الاعمده الموجوده فيهم. دالت الكاونت اللي هي ايه عدد الارقام المدرجه في الخلايا المحدده اللي هي ايه المرجع بالنسبه لي. الماكسيمم يعني بعلم على شويه خلايا اقول له هات لي الماكسيمم الاعلى قيمه فيهم اللي هو مثلا 1050 و20، فاعلى قيمه فيهم ايه؟ ال 1000، فبيحط لي الايه الماكسيمم ال 1000 ديت في الخليه اللي انا علمت له عليها. المينيمم كذلك بس اقل قيمه فيهم، يعني الماكسيمم اعلى قيمه انما المينيمم اقل قيمه. الراوند دي بتقرب لي الارقام للارقام الصحيحه. الصم بتجمع محتويات الخلايا المحدده. عندي طبعا الكاتيجوريز او الفئات بتاع الخلايا كتير، فعندي ماليه وعندي التواريخ والوقت وعندي الرياضيات والمثلثات وعندي الاحصاء وعندي بتاع الدوال بتاع البحث والمراجعه وغيره. فانا بقول له مثلا كله بختار الخلايا اللي انا عايزها. دلوقتي انا واقف في ايه قائمه اللي هي الريسنت اللي هي قائمه او الريسنت اليوز اللي هي قائمه الخلايا اللي انا بستخدمها عاده. فابرزهم ايه الصم والافرج والاف والهايبر لينك، دي الدوال اللي انا غالبا بستخدم. لو كنت بستخدم دوال تانيه كل شويه القائمه دي بتتحدث. معالجه التخطيطات بعد ما بطلع النتائج بعمل لها ايه؟ بعمل لها رسم بياني زي اللي قدامي ده. بعلم على شويه نتائج اللي انا عايز احطهم في رسم بياني، بقول له العلاقه ما بينهم واظبط في الحاجات دي، اظبط بقى المقاييس والمحاذاه والالوان والكلام ده، اشوف الالوان عايزها تطلع ايه. واما طلع عندي تخطيطات كتير، تخطيط المساحي، تخطيط مساحي ثلاثي الابعاد، اعمله ثلاثي الابعاد، اعمله تخطيط السطحي كانه على سطح، تخطيط الشريط كانه على الشريطه، التخطيط شريط ثلاثي الابعاد اللي يبقى فيه تكسيم وثلاثي ابعاد، النوع ده من التخطيطات. وبعدين التخطيط الاعمده ثلاثي الابعاد. التخطيطات دي بقى بتوضح لي كده زي اللي بتيجي في نشاط الاخبار وبتيجي في البورصه وبتيجي في الحاجات دي، توضح لك الموضوع الشركه مثلا بتكسب ولا بتخسر، انت شغال كويس ولا شغال وحش، النتائج اللي انت بتطلعها مقبوله ولا مش مقبوله.